نعم، ما زالت الصدمة تسيطر حقيقة على الشارع الفلسطيني، بشكل خاص على الصحفيين الفلسطينيين الذين الآن يعني يتجمعون في وسط الخليل، عشرات من الزملاء الصحفيين من مختلف الوكالات المحلية العربية العالمية، وهذا كنوع من يعني التضامن أو حتى الاحتجاج على هذه الجرائم الإسرائيلية لأقل واجب تجاه عائلة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة. نعم. هذه الوقفة الآن وسط الخليل لهؤلاء الصحفيين الذين يعملون كما ذكرت في وكالات مختلفة، وهذا للتنديد حتى بجريمة الاغتيال. قبل قليل قرأت منشور للزميلة الصحفية المرحومة شيرين أبو عقلة، قالت لا تقولوا استشهد بل قولوا أعدم بعد أن سقط على الأرض، وهذا للتأكيد على جريمة الإعدام التي طبعا تمارسها قوات الاحتلال باتجاه الصحفيين. على أي حال سأحاول مقابلة بعض الزملاء هنا من خلال يعني هذه الوقفة. معي الزميل الصحفي مأمون وزوز، هو مصور مع وكالة أجنبية، مصاب جلل صادم حقيقة، تستيقظ على خبر أنه يعني زميلتك استشهدت، شو بتحكي أبو العهد؟ يعني من الواضح أنه الصحفي الفلسطيني أينما وجد وأينما كان ومهما كانت الجهة التي يعمل بها فهو هدف للاحتلال الإسرائيلي. شيرين أبو عاقلة كانت تغطي بكل مهنية وترتدي كافة الزي الذي يعرف عليها كصحفية، ولكن برغم ذلك قناص وأصر على كلمة قناص محترف، واستطاع أن يختار المكان المناسب لقتلها. يعني شيرين كانت ترتدي كافة الزي، الخوذة، الدرع، وسيارة واضحة أنها سيارة صحافة، ولكن أصابها في منطقة لا تغطيها باقي الرصاص، وهذا يدلل على أن الجريمة جريمة اغتيال. الكل مفجوع، صحفيون، متضامنون، مؤسسات حقوقية، يعني الخبر أصعب من أن يوصف بكلمات. شيرين كانت أسطورة، كانت يعني مدرسة في الإعلام الفلسطيني والإعلام الدولي، غطت بكل مهنية سواء في فلسطين أو خارج فلسطين. يعني نعزي أنفسنا، نعزي الجزيرة، نعزي الكل الصحفي، نعزي الصوت الحر في العالم كله في هذا المصاب الجلل. أنت عاشرت شيرين عن قرب، يعني تعمل في الصحافة منذ يعني تقريبا 3 عقود. من هي شيرين أبو عقل؟ شيرين يعني تستطيع أن تقول بأن شيرين الأخلاق، شيرين الصحفية الحرة، شيرين المهنية. يعني أنا شخصيا دافعت عني في أكثر من محفل. شيرين عاشرتها من حوالي أكثر من 15 سنة. في يوم من الأيام كنت يعني في تغطية صحفية مع مجموعة من الزملاء، وانهال علي الجنود بأعقاب البنادق. كانت شيرين الدرع الحامي لي ولكافة الزملاء. شيرين مواقفها لا تعد ولا تحصى.